عائلته كلها تشكر فترة على الحلو بتاعنا وحبوها صغار وكبار. وباهي البدن تنشط، البدن أساسي للصايب، عندها دور في نشاط الصايب. صنعة متاع الجدود يعني كما يقولوا فيها وراثية، ناخذها واحد عن واحد. يعني احنا الأصل نتاعها هي غمراسة جنوب التونسي، نورثوها على بعضنا من أب للأبناء للأحفاد وغيرها وهي ماشي. وعندنا فيها يعني كما يقولوا، أنا واحد من الناس عندي فيها قرابة 40 ولا 45.